نظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا تحت عنوان صحة المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقد خلصت المناقشات إلى ضرورة التأكيد على أن تعميم المساواة بين الجنسين في الحصول على الرعاية الصحية يأتي في صميم مهمة المنظمة، وإن كان ذلك يتطلب تعاونا متعدد المستويات. أطلقنا تقرير يشمل تقريبا إحصائيات من العقدين الأخيرين، يعني من 2000 ل 2019، 20 سنة، على كل المؤشرات الصحية ووضع الصحة في إقليمنا نحن، إقليم شرق المتوسط، والوضع الصحي، وخاصة بالنسبة للنوع الاجتماعي أو الجندر اللي بنسميه نحن الجندر، وتأثير النوع الاجتماعي أو يعني الجنس أو الجندر على الصحة، صحة المرأة وصحة المجتمع بشكل عام. هو التقرير الحقيقة حاول يعمل زي تحليل للأبحاث المتاحة والمعلومات والبيانات المتاحة حول التفاعل أو التداخلات ما بين الصحة والنتائج الصحية والاعتبارات الخاصة بالنوع الاجتماعي بالنسبة للرجال وللنساء، بما يمكن من فهم أكتر لاحتياجاتهم الصحية وكيفية تلبيتها بشكل مناسب في إطار النظم الصحية والخدمات الصحية والبروتوكولات الإكلينيكية للأمراض المختلفة.